لا شك يا جماعة ربنا مدع هذه الأمة أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنها خير الأمم. الناظر للقرآن كان الصحابة عليهم رضي الله كان في قوة وشدة لأن ربنا زكى هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وربنا في الآيات القبلية قال ولتكن منكم أمة، أي أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ربنا قال وأولئك هم المفلحون، هم المفلحون. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وجاء في لفظ عند أبو داود قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لكن الأمة زي ما ذكر أخونا أبو عزام أتخلفت ورا ورجعت ورا لأنه تركت هذا الأمر. ليه؟ الناس أكثر ناس يقول لك كل شاة معلقة من عصبتها وخلي الخير ليه خالقة، ده دين أبو لهب. اللي بيقول لك كده ده دين أبو لهب. ربنا قال وأدعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. المشركين خاب عندهم دين خلي الخير ليه خالقة. أما الدين بتاعنا ده أجانا به الرسول عليه الصلاة والسلام فيه الدين النصيحة. عشان كده الناس لما خلوا النصيحة الفساد ظهر. ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وفي هذه الحلقات لأنه في مشايخ من بعدي ما دايرين نطير الكلام، في مشايخ من بعدي، لكن دائما الناس بيدندلوا حول التوحيد. لأنه يا جماعة في السودان نحن تعبانين في العقيدة. حتى الدول العين بودوه مش بودوه للنعاش، عيان تعبان شديد بودوهن بودوه للنعاش. وقع الشيخ ده عيان في عرفة الإنعاش، قالت له حاجة بيجاي وحاجة بيجاي تلقى بسوي يقن ماله، لأنه أكل عتود ده وغنابة يد ده. الأمة السودانية تعبانة في العقيدة إلى ما رحم ربي. وهذه العقيدة نشروها الصوفية. واحد يقول لك الصوفية دخلوا الدين، الصوفية دخلوا الشرك. أفهم الكلام ده؟ دخلوا الشرك. هذا الكلام نحن ما قال إنه بالميكروفون، يقول لك ما قال إنه تحت. واحد يقول لك ده قطيعة، في قطيعة بالميكروفون؟ قطيعة دي أصلا ما شفناها، دي قطيعة سمحة ذات، قطيعة بالميكروفون يسمعوها أمريكا تسمع هذه القطيعة. أمريكا بلد الكف تسمع هذه القطيعة، كان أصلا دي قطيعة. فيا عبد الله أفهم الكلام ده. أول أمر بالمعروف هو التوحيد. الصوفية نشروا الشرك وساعدون على ذلك جماعة الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين الصوفية نشروا شرك، والله أبو لهب ما نشره. أبو لهب ذاته لو جاء السودان ربنا صوره من قبره وجاء السودان حيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حيقول شرك زي ده أصله ما شفنا، ما شفنا كله كله والله. مش في فنان عنده كلام زي ده أصله ما معقول. كمان أبو لهب حيقول شرك زي ده أصله ما معقول. شرك البلد دي ما الله بها عليم. تيجي تقول لي يا اخ ما في مواصلات وبنزين ما في، بنزين ما غليته انت ذاتك يا اخ. يقول لك الدولار زاد وارتفع ومشكله هجليج، يقول لك واحد في التلفزيون ولابس كم جلابيه وكم قفطان وكم حاجه بارده خاتينها قدامه، يشغم المازة والبرتقان وبعد ده يخش بيها حمد مرق بخوجه. ورنا التوحيد يا دول، ورنا التوحيد. ناد عبد الحي يوسف يجيبون لك في التلفزيون يخش بيه جاي يمرق بيه جاي. سألته مرة واحدة جابوها في التلفزيون قال زي ما شذا، قالت دكتور عبد الحي يوسف، قال مرحبا عليكم السلام. ده السؤال. بعد شوية قام اللي ضعنا المكالمة راحت. البنت زي ما شذا، شذا تاني دخلت في الصورة قال لعد عادت إلينا شذا. الدين كله شذا ومرقت خارج. ده دين شنو ده؟ ده دين شنو يا وري الناس التوحيد. فنال عبد الحي يوسف ده التكفيريين. عبد الحي يوسف ده عنده كتاب اسمه الاستبداد السياسي، وكل السرورية في البلد دي، وكل السرورية في البلد دي ما بينشروا دعوة. والحزبين انصار السنة ما بينشروا دعوة. انصار السنة الفوق ديل
ديل انصار المال. امام مقبله كان بيسمون انصار المال، الليله بشكروا في الصوفيه، قالوا نحن ما بنرضى الكلام في الصوفيه والصوفيه ما برضوا فينا الكلام. ديل من رايك كده؟ ديل نادي المريخ؟ ديل ناس انصار السنه. صوفيه دخلوا شرك بيقولوا غير الله بيخلق. قالوا المطر ماسكنا يا جماعه، الكون ده شايفه؟ قالوا ماسكنه جماعه. القروش ماسكه واحد، الصاقه ماسكه واحد. ده دين الصوفيه، ده دين الصوفيه. في كتاب علام الطريق للشيخ البرعي بيقول كباشي كم عدى ولد كم حل عقد. لو حضروا ابو لهب حيقول له بالغت يا برع السودان، لو حضروا ابو لهب ذات، لانه ابو لهب بيقول الخالق الله، والمشركين كلهم بيقولوا الخالق الله. الكون قالوا ماسكنه حسن وحسونه والمرغنيه، ده كون دول ركشه، قالوا ماسكنه قدي بس. كون شنو ده يا؟ قالوا نحن المراغنة عن قدم الكون اعلاه اسفله في طي قبضتنا، زي البصونه قالوا ماسكنه قدي. دي ما قلة ادب؟ يجيك واحد بعد انصار سنه يقول لك بالحكمه، اطلع برا بلا حكمه معاك، دي الحكمه ذاتها يا، دي الحكمه ذات، دي الحكمه ذاتها يا انصار سنه. فنحن الدين ده والله لو نموت الان، الحق ده بنقوله، لو نموت الان ها؟ فالبرعي بيقول لك قال حدنت حدونه برضه ماسك الكون، قال حدنا بكم؟ قال في الكون متحكم. يعني الكون الصوفيه قسموها، الكون مشتركينه حدنت حدونه والمرغنيه، دين مشتركين الكون ماسكينه. نصبي عند المرغنيه ونصبي عند حدنت حدونه. الجنة ماسكينه للارقام والكباشي، دين نساء وتوليد بس. ناس ولاده بس، ناس ولاده. لزرقاب قالوا له ها الولد بوقيه والمره شنو؟ والبيت بنصوقيه، داير ولد تاخذ وقي الذهب. الوقيه دي ما برا ومعاه الخروف ومعاه المره كمان، وتمشي حالك تجي بعد اسبوع. الدلوقه دي شنو هذا؟ ها؟ فتخط شنو؟ الوقية بتاعت الذهب وتخط المرأة وتخط الخروف، تمشي الشيخ يرسلك يقول لك قام تجيب لي ليمون كبار من الخرطوم. حتلقى ليمون كبار وين؟ لما تفتش ده صغار وده دقاق، الشيخ الجري هناك الشحم بيكون جاري. لما تجي راجع الشيخ بياكل الخروف وبياكل المرأة وبياكل الذهب وربما ياكلك انت ذاته. لانه حصل في السودان الكلام ده، حصل جابوا في الجريده شيخ اكل البيت كله، اكل الثلاثه نسوان البيتين وامهن ابشنوا ذاته وقلبوا كلهم. الكلام ده في السودان هنا مش في الصين. دي الصوفيه اللي بيمدحوها انصار السنه، دي الصوفيه اللي بيمدحوها انصار السنه يا انصار السنه. ها ده كلام في الواقع، تبا لانصار السنه زي ما قال. إذا كان دي عايزين ترضونا فيا عبد الله، ده دين توحيد، ده ضربوا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، ضربوا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وماتوا فيه أنبياء. ربنا قال ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فجابوا هناك الدار جابت في الجزيرة في شيخ جاء الصاقعة، قالت ما الصاقعة الشيخ قال الصاقعة دي ماشية الحلة، قال جراها عليه. دي عادين الدار جابت الكلام ده. بعدين جاء واحد للشيخ قال له يا شيخ اكتب لي حجاب شنو؟ من الصاقعة. دي عادين. يوم المطر جاء واحد حوار للشيخ قال له اكتب لي حجاب من الصاقعة. الشيخ طوالي اداه ورقة قال له هاك مش. جنبه واحد خير من رفيقه، والصوفية ما فيهم خيار كله شنو؟ لكن زي ما بقول لك المثل أم الخير أولادها عشرة وخيارنا الخير والخير خير منه الخلا، دي الصوفية. فقال الشيخ قال الصقعة، قال له يا أخ كيف؟ قال له الصقعة كان جاته بتريحني منه، تاني ما بجيني راجع. وكان ما جاته ما بقول له الله، بقول له منو؟ بقول له الشيخ. وزي ما قال فرفور الفنان في الحالتين شنو؟ في الحالتين أنا الضايع. فالصوفي ضايع بين بين الشيخ وبين الفساد بدعه. فالصوفي خسران ف
في الدنيا والآخرة. فيا عبد الله هذه الدعوة ختاما، دي دعوة الأنبياء ودي دعوة الله. الدول اللي بيعارض الدعوة دي بقيت أنصار سنة، بقيت أخو مسلم، بقيت أي حاجة تعادي الدعوة دي، واحد من الاثنين، يا ربنا هداك للحق يا هلكك ريح منك البلاد والعباد، لأن ربنا داير دعوة وإنت داير كل شاتم معلقة شنو من عصبتها. الدين ده حق الله، والزول اللي بيدعو غير الله لو بتدعو النبي خلي البرعي، لو بتدعو النبي عليه الصلاة والسلام انت عدو لله، عدو لله وعدو للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه الدعاء حق الله. ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني غريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، فالمشرك عدو لله وعدو للرسول عليه الصلاة والسلام. فيا عبد الله الرسول قال الزول الموحد يا عبد الله انت فهم التوحيد، لو انت زول موحد مت في الصحافة، مت في الصين، مت في أي مكان، صلوا عليك 40 موحد ديل بيشفعوا لك، 40 موحد، و40 موحد ديل يمكن يكون واحدين جايين من ندى القلعة من الحفلة، لكن موحدين عندهم الكبير الله. لكن شوف المغابل لو صلوا عليك 3 مليار جايين من الحج، النعل بيقول يا بغرة يا بكسر تمرة، ديل بيتعبوك ساي، ما ديل ما بيشفعوا لك لو جايين من الحج. لكن لو جايين شفت من الحفلة بتاعت حمادة بيت دي، واحد من حمادة بيت فنان، طلعت الكوبري مشيت بحري، موحدين ديل بيشفعوا لك. فالتوحيد هو حق الله للعبيد، فنادى الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. وأقدم الشيخ محي الدين.